أحمد الله أن في خطاب جلالة الملك حفظه الله لما أشار إلى الجهية كان الحديث بالإضافة إلى التوافق الوطنية والوحدة الوطنية. مبادرة الوطن أولا ودائما يعني ضمن أهم الأدوار الأساسية، بل هو أول دور أساسي بالنسبة إليها، وهو الترافع على القضايا الوطنية والإسهام في الإشعاع الوطني. لذلك نظمنا هذا النشاط مائدة مستديرة حول الدبلوماسية الموازية. طبعا هذا النشاط استدعينا له عدد من المختصين، من الممارسين، من النشطاء في مجال الدبلوماسية الموازية، يحضره أيضا ممثلين عن مغاربة العالم ولهم دور كبير في هذا المجال، ثم طبعا عدد من المهتمين على الصعيد الوطني. هذه المائدة المستديرة نريد أن نخرج من خلالها بخارطة الطريق بالنسبة إلينا كمبادرة الوطن أول ودائما، من أجل أن تكون عندنا شبكة من المترافعين في كافة دول العالم. طبعا هذه الشبكة تحتاج إلى أرشيف، تحتاج إلى تملك التاريخ، تحتاج إلى خطاب، تحتاج إلى لغة دبلوماسية. ولذلك أردنا فعلا أن تكون هذه المائدة المستديرة لكي نتلمس الطريق نحو تطوير الدبلوماسية الموازية بالنسبة للمبادرة، ولكن أيضا مع كافة المتدخلين. كما تلاحظون أنه اليوم بلاد ديالنا الحمد لله تحقق نجاحات كبيرة ومتميزة في المجال الدبلوماسي، رغم قوة خصومنا، رغم الإمكانيات الهائلة اللي عندهم. نحن ليس عندنا فقط خصوم بين قوسين ضد الوحدة الترابية، لا، نحن لنا خصوم سياسيين، لنا خصوم اقتصاديين، لنا خصوم أيضا عقائديين، لنا خصوم الذين يرون في المغرب قوة صاعدة، فبالتالي هم منزعجون من هذه القوة الصاعدة التي هي المغرب، والحمد لله مع ذلك لهم إمكانيات هائلة، فمع ذلك نحقق هذه النجاحات. لكن الدبلوماسية الرسمية تحتاج أيضا إلى مواكبة من طرف الدبلوماسية الشعبية. خطابة جلالة الملك حفظه الله كلها تتحدث على أن قضية الترافع على القضايا الوطنية، الدفاع على الوحدة الوطنية، الدفاع على القضايا الكبرى للبلد هي قضية جلالة الملك، ولكن هي أيضا قضية المؤسسات، قضية المواطنين، قضية الجمعيات، قضية جميع النشطاء. ولذلك نحن نشتغل في هذا الإطار. من بين الأمور التي نحرص عليها أن يكون عندنا أرشيف قوي، أن يكون عندنا شبكة من المترافعين، أن نحرص على استعمال اليوم التكنولوجيا خاصة الرقمية في الترافع على القضايا الوطنية وفي إبراز تاريخ وخريطة المغرب يعني عبر التاريخ، وكيف يعني ساهم الاستعمار في أن يحاصر المغرب. والحمد لله اليوم مع وسائل التكنولوجيا أصبحت بالإمكان يتطلع عليها الجميع. نريد أيضا أن ننتقل من الدبلوماسية الموازية الكلاسيكية اللي هو بعد ديالها واللي هي ضرورية، البعد ديالها السياسي، دور البرلمان، جماعة الترابية، المنتخبين، إلى الدبلوماسية الرياضية، الدبلوماسية الثقافية، الدبلوماسية المهنية، الاقتصادية، العلمية من خلال الباحثين، ولا سيما أن البلد ديالنا الحمد لله في الخارج، وأذكر فقط هذا الرقم، أكثر من 500 ألف عندهم بكالوريا زائد 6، بمعنى خبراء، باحثين، مهندسين، أطباء، لهم مكانة متميزة. فإذا نريد هذا الريزو، هذه الشبكة الحمد لله المتميزة لأبناء المغرب يعني خارج المغرب وأبناء المغرب داخل المغرب، أن توسع من صداقات المغرب وأن توسع من الداعمين للقضاينا الكبرى وأن تحاصر خصوم المملكة. أنا سعيد جدا بوجودي في هذا اللقاء الهام الذي يتطرق إلى دراسة جميع جوانب الدبلوماسية الموازية، اللي كما تعرفوها هي موازية غير رسمية ولكن فعالة، لأن القنصل الفخري له علاقات وطيدة مع الدولة التي يمثلها هنا عندنا في المغرب، فدوره كبير جدا لأن له علاقات مع المسؤولين في البلدين، ويشكل نقطة وصل بين المسؤولين في الحكومتين ديال المغرب وديال الدولة اللي كيمثلها، ويساعد الجانبين بمواكبة في ميادين تخص سواء العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو الثقافية أو الرياضية أو البرلمانية. فبحكم هذه الأنشطة الكثيرة، فالقنصل الفخري يقوم بهذا الدور مواكبة للجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الميدان. وكما تعرفون على أن القضية الوطنية الأولى وهي مغربية الصحراء هي في رأس الأجندة للحوار أو الشغل الذي نشتغل عليه كقناصلة فخريين معتمدين في الوطن المغربي. فهذه هي أهم
المواضيع التي سنتطرق إليها إن شاء الله في إطار تدخلي أثناء هذه المحاضرة.